هذا ماتش كبير، اكبر ماتش اللي داروا لو ريال مدريد غالبا، واليوم خرج يلعب الكره، ورغم هذاك الشيء خرج يلعب الكره وتماركى عليه البيت. ولكن هذا ريال مدريد، ريال مدريد راك تماركي عليه البيت كي قلبك ماركيتي عليه 15 مينيت افون، راه قلبك في لي زاغي دو جو. هذا هو لو ريال مدريد، ما عندي ما نقول لك، شنو نقول لك، هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي عطى الله. هنا بان التاثير ديال الجمهور ديال مدريد، التاثير ديال لو ستاد سانتياغو برنابيو. احنا شفنا الماتش يعني كان هو في الحقيقه الريال مدريد تحكمت في الماتش تقريبا، ما عرفتش شحال لعبنا، تقريبا 90 دقيقه زائد 15 دقيقه او 13 دقيقه اللي تزاد. ولكن كنظن بان اش كيقول خوانيتو 90 دقيقة في برنابيو طويلة بزاف، دونك اللي بغى يغلب في برنابيو خصو يفيق بكري. ريال مدريد فرقة كبيرة كما كنعرفوا، الأجواء نتاع الشوم معنا ديما الغاسومبلومون ديال لابينيا كازا مدريديستا تيدوزو بحال هكا، أجواء كانت رائعة. وبيان سور دائما كنبقاو تايقين الفرقة ديالنا حتى لآخر اللقطات، لأن ريال مدريد فرقة ما تتخسرش في الشامبيونز ليغ. غادي نبدلوا لها التسمية إن شاء الله، غادي تولي سميتها ريال مدريد كاب. ففورما كانوا كفاية كبيرة اللعابة أوجوردي، وخا كانوا كونسونتريين مزيان من غير الغلط اللي كان ديال البيت. كوتشينغ أوسي ديال أنشيلوتي كان مزيان، واخا لو كونتيست مره مره، ولكن لي شونجمون كانوا مزيانين. نزلنا تحت الضغط اخر مره، هاي المره اعطانا وسيطرنا، وهاي المره حناخدها حناخدها حناخدها. وقت مدريد لما بتوصل على الفينال، استا الفينال فاموس الريال. غنمشيو لوينبلي، غادي نلعبوا بروسيا دورتموند، فريق ماشي سهل، ولكن فريق ريال مدريد كيعرف يلعب النهايات وكيعرف يربح النهايات. حظ اوفر البايرن ميونخ السنوات القادمه لانه تيبقى فريق عريق، وكنتمنى التوفيق لجميع المدريديستا في العالم، وكنا غادي نكونوا وراء فريقنا باش تكون هذا العام 36-15. باغي كانوا باغيين يديروا 36-15، احنا اللي غنديروا 36-15 ان شاء الله. دونك لو 36-15 على فرانسيز، لو 36-15 على ماروكان، لو 36-15 على الاسبانيول، على مدريدينا داماس، غيكون ربحتي الدوري وتربح ان شاء الله الشامبيونز ليغ. الوغ كو ملي بدات السنه تعطبوا لك اللعابه، ما درتيش انتدابات، ولكن كارلو انشيلوتي تيبقى مدرب كبير، وفلورنتينو بيريز هو تنظن احسن رئيس داز على مر العصور في كرة القدم في جميع الفرق.